طبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي لاحظتوا ان دي اصلا كانت لوحه قديمه، كانفاس قديم، وانا عملت له ريسايكلينج عشان اوريكم ازاي الحاجات دي تتعمل. انا فكرت اوريكم ايه تاني في اللوحه ديت، قلت هعمل شجره من هنا اوريكم ازاي تعمل لها هايلايتس. برضو هي احنا كل ده لسه بالتكنيك بتاع الفان براش، الفرشه في المروحه، ده برضو لون غامق، يعني فكرت ممكن اجيبها منين. ده اختبار شجاعة بقى، اختبار شجاعة ازاي تحط حاجة في وسط اللوحة. ممكن احطها هنا،